بنت حلال وين كنت؟ رحت لعندك على البيت لأحكيكي، ما لقيتك. كنت عم بشتري غردين، شو بدك؟ عايزك بموضوع مصيري. مصيري؟ طيب هلأ بتحكيني بالبيت؟ قبل ما نوصل على البيت ضروري تسمعيني. بدي روح تعمي شادي. لازم تسمعيني قبل ما تشوفي ولي العهد والطعميه على الهدى. فادي شو بيك؟ وضعنا صار بالمرة مع الضابط، وإذا ما بنعمل شيء على السريع رح يشيل عنا الغطا، وساعتها ما في أمر حميني. شفتي كيف تصرف بموضوع سعدة؟ وأنا جربت دس نبضه وقال له إنه المختار عم بيهددنا وعم يقلب الضيعة علينا. ما تقلي معناله الموضوع. وكأن شيئا لم يكن. والعمل شادي؟ فادي أنا قلت لك اترك شادي بحاله، ما تجي صوبه أحسن ما أأذيك. هد بالك، شو نسيت إن إحنا على الطريق؟ ما زالك عارف إن إحنا على الطريق، لشو تفتح الموضوع هون؟ ما فيك تنطر لنوصل على البيت؟ لأنه بدي إياك تعرفي تتصرفي أول ما نوصل. اتصرف بشو؟ تتصرفي مع شادي. سبق قلت لك إني جربت معه كل شيء، ولطالما هيدي الخبيثة نسرين عم تقلبوا ضدي، فما رح أعرف آخذ منه لا حق ولا باطل. سبق وخبرتيني، ما بدك ياني عنفه. كرمال هيك فكرتلك بأسلوب جديد بيوصلنا لنتيجة. كيف يعني؟ مدامك اقتنعتي خلينا نتمشى على مهلنا صوب البيت، وفتحي لي مخك الحلو واسمعيني منيح شو بدي لك. اسمع مني يا حضرة الضابط وتحرى عن نسرين أكثر. هاي البنت كانت حقيرة، كانت فقيرة. طب من وين جابت كل هالمال؟ إذا قدرنا نعرف من وين مصدر ثروتها نقدر نعرف شو سرها. شوف فادي، إحنا أذكى فرنسي، مهمتنا نلاحق مشاغبين أعداء فرنسا، مش مهمتنا نلاحق هذا اسمه نسرين عشان معه فلوس. مش عم بقول لا، بس ممكن هذا المال وهيدي الثروة ممكن تكون نسرين عم بتساعد فيهم أعداء فرنسا. أنا هيدا اللي قصدت أقوله. أرجوك أرجوك ما تفهمني غلط. اتفاق كان مهمات جديدة أنت وزوجتك، من هذا مهمات تحركات سواغ. إذا كان هذا نسرين بيساعد سواغ لازم إثبات دليل عشان يكمش ويرمي بحبس. عاملين شغلنا حضرة الضابط، وإلا ما نكمش عليها دليل. بس القصة بدها شوية وقت، وكمان عم نراقب هذا اللي اسمه يوسف، شامم عليه ريحة انه هو مع الثوار. هالدليل فادي كله كلام كلام كلام، لازم اثبات عشان انا اتحقق. دايما هذا ممكن ثوار، هذا ممكن ضد فرنسا، هذا ممكن مشاغب. بدي اثبات دليل اثبات. الا ما يوقعوا بين ايدينا ونلاقي الدليل والإثبات.